سكر ومعلقه خميره وكوبايه زبده سايحه متدوبه يعني، كوبايه زيت، معلقه بيكنج باودر، كوبايه عسل، الحشو بقى، المقادير بتاعه الحشو عباره عن زيت زيتون، اتنين بصله خضراء، اتنين فلفل الوان، واحده جزره مبشوره، واحده كوسه مبشوره، كزبره وبقدونس خضره يعني، وملح وفلفل اسود وبابريكا وكركم واوريجانو. ايوه نها هبدا اعمل بس نفتح. ايوه حاضر. انا هعمل الفطير على ما ده السميد اول حاجه. اوكي. ومن بعد الدقيق. لا زي اي عجين عادي ولكن بالسميد كيكون يكون احسن. اوكي. ملعقه، احط ملعقه سكر، ملح، وشويه خميره، شويه شويه خالص يعني، مش ماشي كتير. اوكي. عايزه النار عاليه يا صوفيا؟ عايزه النار عاليه علشان يسخن. هنا وهنا؟ ممكن عشان يسخن. طيب نحط التاني هنا. اوكي. هزود ميه ونخليها تبدا تعجن. انا عملت العجين وفي نفس الوقت هنحضر الحشوه اللي هنحتاجها للحشو بتاع الفطير. الفطير اوكي. هناخد زيت، ممكن زيت عاديه او زيت زيتون. نبدا بالبصل. ولما يستوي البصل شويه هنزود عليه الحاجات دي. هي المسمن ده انا ممكن اطفي ده علشان ما احنا محضرين العجينه. أوكي. هي موجوده، لما يتعمل هعملها كده يعني، هتبقى كور صغيره هتتساب تتخمر. تتخمر شويه، ترتاح ماشي كتير، ترتاح شويه. نبدا شويه الحاجات دي كمان. انا هعمل الفطير هنا في عايزه ده تقلبيه او حاجه. ده سخن صح؟ سخن. عايزه تقلبيه؟ ايوه هقلب دي. احنا زودنا هنا بصل اخضر، بصل اخضر، من بعد الفلفل الوان مقطع قطع صغيره كده، النار شويه عاليه. دي كمان مفتوحه صح؟ يعني المسمن هو عيش بدقيق اللوز ميكس مع مش دقيق دقيق اسفه سميد. سميد 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 معلش لخبطت مع العجينه اللي قبلها. سميد مع هشيل دي. السميد مع الدقيق العادي. ايوه نشيل الغريبه كده. خلصت؟ تقريبا خلصت. هنعملها من بعد، نسيبها تبرد على ما نكمل. اوكي. طب هنا هعمل ملح، فلفل اسود، بابريكا، هذا شويه كركم، بابريكا، دي بابريكا. دي مش بابريكا. مش بابريكا؟ لا. لا مش بابريكا. اعتقد بابريكا.
خلاص الكركم هنزوده في الاخر في الاخر. قصدك الزعتر؟ الزعتر ايوه يا ربي احنا لسه حاطين كركم. ده الجزر والكوسه مبشورين. هنحط الجزر هو الاول لانه هياخد شويه الوقت في ال تسوية. ريحة الفلفل بتطلع على البصل الأخضر. خلاص نبدأ أزود. الكوسة مبشورة. انت مش عايزاهم يستووا، انت عايزاهم يتبلوا بس. يتبلوا بس مش يستوي كويس، لانه هي لما ده خضار ممكن يتاكل عادي يعني. هو لسه هيستوي في مع العيش مع السمن. فكده خلاص احنا مش محتاجين يعني اكتر من كده. هنخليه يبرد شويه وهنعمل الفطير الاول. هنعمل فطير اول ساده ومن بعد الثاني نعمله بالحشو. انا بس هحطه هنا علشان يبرد. يمكن نص الكمية اللي هنحتاجها. علشان لو حطيناه كله مش هيبرد. بس هنقص شوية من دي. انا عايزة في انت عايزة العجان خلاص ولا لا؟ خلاص محدش قال لي انه تقيل كده. انا ممكن اساعدك. خلاص. حصل. اوكي. هنا هعمل العجين بزبده. خلط معاها شويه زيت. انت عايزه النار دي تاني؟ لا دي ممكن نشيلها. لا ممكن نحضر علشان الفطير الثاني. اوكي. عليها تاني؟ لا هخليها نقصة شوية. تسخن بس. احنا محضرين الفطير هنا. انا هعمل بايدي لانه غالبا دائما العجين والحاجات دي ما كتحتاجش النشابة. عايزاها؟ لا ما تحتاج يعني ما تحتاجش. اهي دي اللي انا عارفه ومتاكده انها في الدرج ده. لا مش محتاجه العيش كده. هنفرد لا دي اتفردت بطريقه سهله قوي. لانها مرتاحه، لان العجين مرتاح. لما نعمل العجين يكون مرتاح نخليه يعني مده شويه يرتاح يتفرد بسهوله. يتفرد بسهوله كده. ده السادة اللي من غير حشو. ده السادة ودائما ندهن هنا في ال ده هيعمل لايرز بقى طبقات. أيوة. اللي هي الفطير زي الفطير. هو الفطير ممكن يتعمل في الفران العادية بتاعتنا في البيوت ولا لازم يبقى طابون او لازم يبقى فتية بقى؟ ممكن طبعا. عادي. هنخليها دي كده كمان، نخليها ترتاح شوية وهعمل معاكم واحدة تانية ومن بعدها نعمل اللي بالحشو. نعمل اللي بالحشو على ما يرتاح. نعمل زبدة حتى العجين ده مع السميد كيعطي يعني شكل مختلف، مشي زي الفطير العادي. احنا الدقيق عندنا الفطير عندنا ما بيتعملش بالسميد. البسبوسه بس اللي بتتعمل بالسميد. السميد بيخليها بتقولي طريه اكتر. بس انا متهيالي ان الدقيق السميد ده بيبقى السمه بتاعته، عارفه ان هو يبقى مرمل. لا ولكن ولا هي العجينه معموله يعني ما كاينش مشكل. يعني بتتفرد. هو بس لازم يتعجن كويس. ياخد شويه وقت في حتى انا مستغربه ان شكله كده مع انه سميد. فياخد شويه وقت في العجين. دي هعملها بالحشو.
ممكن بقى انا ملاحظه ان انتوا المطبخ المغربي بعيد عن الجبنه، فين الجبنه؟ قليل فعلا صح؟ قليل. هنا كل قليل حاجه بالجبنه، كل حاجه بقت بالجبنه. احنا الجبنه السوسات يعني تقريبا غالبا ما تنستعملوهاش كتير، فانا حطيت شويه من الحشو وهعمل بنفس الطريقه. شكلها حلو قوي. هقفلها بنفس الطريقه دائما مع شويه زبده كده. هعمل واحدة تانية. أوكي. دي هعملها وسط منها، فاهمة؟ عادي علشان ما ت كده. هاخد اول وحده تاني. اها هنفردها شويه علشان نحطها تستوي. عايزاها عاليه قوي شويه علشان ما يتحرقش، ما يتحرق ليش السمن أوكي. من الاول. طيب. فنعملها على نار متوسطه شويه كده. متوسطه. احط دي هنا. ما بتحطيش زيت خلاص، هي فيها زيت لداخل وفي الهدف في العجينة ما بتحتاج الزيت اكتر. هذه اللي معموله بالخضره بالحشوه يعني اللي معاها. طبعا احنا لو نفسنا في جبنه ممكن نحط ممكن بقى الاضافه ممكن اللي احنا عايزينها، زيتون مش عارفه ايه يعني ممكن. تبقى حادقه يعني. في انواع كثيره من هذا الفطير بيتعمل، ممكن تعملي بزيتون، زيتون اسود. أيوة. ممكن بلحمه مفرومه، ممكن بفراخ، ممكن يعني صح. في حاجات انواع كثيره. خلاص فنخليهم. ونقلبها مرة خلاص. دي معمولة، ده بيتاكل بالعسل أو بأي حاجة. السادة ممكن يتاكل يعني حلو أو مع أي حاجة يعني. ممكن مربى اللي احنا معانا النهاردة، مربى ممكن نستغل المربى دي. وده هذا ممكن حتى من فوق يزود عليه، تزود عليه جبنة يعني. ممكن أزود شوية. لا ده ما بياخدش وقت خالص. لا بيستوي بسرعة يعني، لأنه على ال هذا نخليه حتى ان النار دي اعلى بكتير. ممكن نزود حتى على هذه شويه، لانه لو زودنا النار هو هيستوي من الخارج ومن الداخل مش هيستوي. ما هي عجينه في الاول وفي الاخر لازم من جوه. هل ممكن احطها في الفرن؟ ممكن يعني، ولكن ما هديش يطلع معنا نفس ال فقد حته العيش بتاعته اللي هي يعني هيكون مختلف على التسويه هنا في على النار. دي هي ما صفاش، ممكن هي بدات شويه تتحمر. بدات حتى هذه هي بدات شويه. خلي بالك احنا لسه عندنا تزويق ايوه دي هنعملها في ال عندنا اربع دقايق هنلحق نخلص دول. لا خلص. لو عايزاني اساعدك انا اقلب وانتي تجيبي دول احنا نظبطهم. احنا لسه عندنا، هنطلع ونرجع تاني. لا خلاص، خلص اربع دقايق ونقول باي باي ونخلص. اوكي انا كنت فاكره لا عندنا. لا عشان كده خايفه ما نقدمش على السفره. دي هناخد اهو في سيرفيس اهو. دي هعملها، عايزه في معلقه ملعقة. اوكي. لا هي ممكن ناخد. اوكي. السيرفيس انا عايزة، لا انا عايزة ممكن اخد دي احط عليها
مربى. ايوه المربى وما زهر. وما زهر. طيب ممكن اقلب ده احتياطيا؟ ايوه ايوه. عشان ايه؟ نحط على السفرة حاجة. يلا. لا دي لا ممكن نحط دول كده. هي دي ممكن دي استوت. دي ممكن تتعمل بطريقتين يعني كده. ممكن يعني لانه ما بقاش لنا الوقت انا هعملها بسرعه. بتحطيها جوه المربى وتسقيها مزهر. مزهر من غير ما هلصقهمش يعني هعملهم كده بسرعه. اوكي. ايوه. شيف صوفيا احط أيوة. الفطير في السيرفيس ده؟ ممكن طبعا. دي الاصل بتتعمل كده واحده مع واحده وبتتحط. دي اللي بالحشو كده. ودي الساده. واو. حطها على الشاشة واجيلك. اوكي. وادي الفطير. دي الساده ودي اللي بالخضار جنبها. ريحتها حلوه قوي. ما خدتش وقت خالص. عايزه اقفل بس ده. ده شايفة حطينا الجوز الهند من فوق زي البيتي فور بتاعنا يا جماعة. مش أيوة. بيبقى ملزوق مع بعض وجواه مربى. حلو قوي. ده بقى مع الشاي مع شاي الأخضر مع القهوة لو يعني الناس بتحب قهوة. ده كده ونحط الغريبة. انا ممكن نطفي دي نشيل دي. انت هتحطي حاجة على النار؟ لا خلاص. ممكن نشيل كده الغريبة. تبدأوا بقى تجهزوها من قبل العيد بشوية طبعا. صح؟ كده احنا خلصنا. الله الله. لحقنا الوقت. الله. احطها على السفرة. اهو. وادي الغريبة وادي البيتي فور وادي الفطير وشكلهم يجنن بجد. تسلم ايديكي شيف صوفيا. مين اللي علمك الطبخ؟ طبيعة الحال أول حد علمني الطبخ ماما. ومن بعد أنا عملت يعني عملت يعني دراسات في الطبخ العالمي والمغربي بالخصوص. الله تسلم إيديكي على كل اللي عملتيه لنا النهاردة. وكانت حاجات كلها أطباق سهلة وشهية. وعلى فكرة يعني القيمة الغذائية بتاعتها برضو عالية من غير ما نتخن على الآخر. ما عندهمش جبنة طبعا في الفطاير بتاعتهم التراديشنال يعني العادات والتقاليد خاليه من الجبنه. زائد ان كله خضار وكله زيت زيتون وكله حاجات السكر فيها يعني مش كتير. مش معجونه بالسكر فعلا. الشيف صوفيا بشكرك شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيبه. وانتم طيبين وعيد مبارك. امين يا رب علينا وعلى كل الامه العربيه والاسلاميه وعلى العالم كله. وتكونوا ساعدتوا معانا بكل الطبقات بتاعتنا لغايه دلوقتي. بكره باذن الله حلقه جديده ويوم جديد من مطبخ ست الستات من بلد جديده. خليكم معانا.